وللحديث أكثر حول هذا الإنجاز يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد عبد اللطيف بن جلال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. نرحب بك معنا في نشرة الأخبار ونبارك لكم هذا الإنجاز. وماذا يمثل هذا الفوز للمرة الثانية لمملكة البحرين في أولمبياد باريس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نهدي الإنجاز إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه، إلى سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد، وإلى سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد، وإلى شعب البحرين. طبعا الإنجاز اللي حققته سلوى عيد ناصر الميدالية الفضية بزمن وقدره 48 ثانية و53 جزء من الثانية، طبعا هي الرقم السابق عندها 48-14، وهو ثالث أفضل رقم على مستوى العالم. وطبعا سلوى عيد ناصر مصابة، ابتدينا التمارين معاه في آخر 3 أشهر، ولولا الإصابة لكانت حققت الميدالية الذهبية، لكن قدر الله ما شاء فعل. والنتيجة لحد الآن بالنسبة حق مملكة البحرين ذهبية وفضية. لحد الآن احنا حققنا الإنجاز اللي تحقق في طوكيو، وإن شاء الله في سباق الماراثون القادم، وإن شاء الله المصارعة ورفع الأثقال، إن شاء الله نحقق إنجاز تاريخي كبير لمملكة البحرين إن شاء الله بإذن الله. السيد محمد، نود أن تحدثنا عن دعم جلالة الملك المعظم للرياضيين البحرينيين، وما الذي يشكله لتحقيق هذه الانتصارات في أولمبياد باريس؟ طبعا الله يحفظ جلالة الملك، هو الداعم الأول لنا وهو الرياضي الأول لنا. احنا نعمل بجد واجتهاد بتوجيهات جلالة الملك الله يحفظه، وفروا لنا احنا كاتحاد ألعاب القوة جميع الأمور اللي نكون على منصات التتويج، وهذا الدعم من جلالته الله يحفظه ان شاء الله رايح يستمر بقوه، ورايح ان شاء الله نعد من الان للوس انجلوس في امريكا للاولمبيات القادمه. نعم سعادة السيد محمد عبد اللطيف بن جلال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.